لماذا هذا المرض؟ ولذلك بعض الناس يجمع لا تجمع على الناس، فإن هذا دليل على ظن ممرض، معناه أن قلبك أسود، قلبك أسود، قلبك أسود، معناه أنك تحمل الناس على السوء. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: ابحث، التمس لأخيك عن عذر ولو أن تجد له 70. احمل إخوانك على أفضل المحامل، ودائماً اللي يفعل الخير يحمل الناس على الخير. ولذا كما قال الإمام النووي: فإنه كما يحرم الكلام في الناس يحرم أيضاً أن تسيء الظن بهم.